أهلا وسهلا متابعي الكرام، نتمنى تكونوا بأحسن وأطيب الأحوال. غتتبعوا معايا في هذا الفيديو مراحل مبسطة لطريقة رسم عنقود عنب. المرحلة الأولى كتكون برسم شكل عام، لأنه من أساسيات الرسم ومن التقنيات اللي كتسهل علينا عملية الرسم أننا نحاول دائما نوضع الرسم ديالنا داخل إطار مبسط أو شكل هندسي بسيط، وهكذا كنقدروا كذلك أننا نحافظوا على صحة النسب. من بعد ما نكملوا الرسم نبدأ نحطوا بخطوط خفيفة جدا أماكن الإضاءة والظلال، واللي هي مفتاح السر اللي كتعطينا نتيجة واقعية للرسم، لأنه من دون احترام قواعد الإضاءة والظلال فحبات العنب غادي تبان مسطحة ومشي كروية. فالإضاءة مي كتوجه على جسم كروي أو أسطواني كيف ما عندنا مثلا هنا في شكل حبات العنب، فالجهة اللي مقابلة مع الإضاءة غادي تكون طبعا هي الأكثر تعرضا للضوء، وكنسميوها بقعة الضوء الساقط. وكل ما بعدنا عن مصدر الإضاءة كتقل درجة الضوء تدريجيا وكتعطينا ما يسمى منطقة الظل، وكتبعها منطقة الضوء المنعكس. وأكيد ما خصش نساو ظل الجسم، يعني مثلا كل حبة عنب عندها الظل ديالها على حبة عنب أخرى. فإذا رسمنا هاد التأثيرات ديال الإضاءة فبالتالي غادي نقدروا أننا نخرجوا ونبينوا الاستدارة ديال حبة العنب وإظهار ما يسمى بالبعد الثالث، أي أن حبة العنب تبان مجسمة وكروية. أما إذا خدمناها بدون احترام هذه القواعد فغادي تكون كأننا كنديروا لها تلوين عادي جدا. والحاجة الثانية يعني من غير احترام قواعد الإضاءة والظلال، خاصنا كذلك باش كنساعدوا وكنزيدوا نبينوا الاستدارة ديال المجسم أننا نخدموا في واحد المنحة اللي هو دائري، يعني ماشي نلونوا حبات العنب بشكل مثلا أفقي أو يعني عمودي وما كتبانش الاستدارة، يعني خصنا حتى طريقة التلوين تكون بشكل دائري باش حتى هي كتساعدنا على إخراج البعد الثالث للرسم، وبالتالي كيف ما قلنا في البداية كيعطينا نتيجة واقعية للرسم ديالنا. بالنسبة للأقلام استعملت أقلام مختلفة في التخطيط، مثلا قلم HB، وفي الطبقة الأولى من الترميد قلم B، وكل ما كان بغي نعطي درجة أغمق كنستعمل قلم مختلف. بديت من درجات 2B إلى 4B إلى 6B. بالنسبة لي أفضل العمل بطريقة الطبقات لأنها كتكون أسهل وكنتحكم أكثر في عملية الترميد، أي أننا كنبداو بطبقة فاتحة وكنبقاو نزيدو الطبقات اللي هي أغمق تدريجيا في أماكن الظلال والأماكن اللي بغيناها تكون طبعا عندها درجات أكثر يعني أغمق بالنسبة للطبقات الأخرى.
في النهاية نتمنى أن الشرح كان بسيط وواضح، والنصيحة اللي نقدر نعطيكم أنكم متزربوش، يعني أن الرسم كيحتاج هدوء وتركيز، وأن يعني الشخص يخدم ببطء ما يكونش سرعة. فإذا تبعتوا المراحل في الفيديو كيف ما خدمتها وحاولتوا أنكم ترسموها، أعتقد أن النتيجة غتكون مرضية. وشكرا جزيلا على الاهتمام وعلى حسن المتابعة، وإذا عندكم أي تعليق أو أسئلة فخليوها لي في التعليق، ونلقاكم إن شاء الله في الفيديو المقبل. مع السلامة.